خلال فترة وجودك في الثانوية اندلعت الحرب العراقية الإيرانية. على مستوى المدرسة وأنت طلبة الثانوية الآن، أجواء الحرب داخل العراق شلون كانت وداخل المدرسة تحديدا؟ يعني على الأقل أبي أتكلم عن أول سنتين فقط من الحرب، لأن لاحقا راح نتكلم وأنت في الجامعة، لكن أول سنتين 80 إلى 82 اللي أنت تخرجت من الثانوية بدايات الحرب، وكان في ذاك الوقت أكو تقدم إيراني. نعم. أو لا، أو في ذاك الوقت كان أكو تقدم عراقي. عراقي أخذوا المحمرة، أخذوا الدنيا كلها. دخول كان عراقي. عيشني جو الحرب أول سنتين. كشباب أنت تشوف وطنك والأناشيد والحماس اللي كان يعطوه، بس من كنت أسمع العراق والعراق والكذا وانتصرنا ودخله، كان أكو شيء داخلي يعني خليني أصفق حالي حال الناس، حالي حال الناس، أرفع صورة صدام حسين. مع العلم أنا ما أعرف صدام حسين، صح رئيس دولة بس ما أعرف، حالي حال الناس أطلع مسيرة مع الناس تأييدا للجيش. فأقدر أقول أن اندلاع الحرب العراقية الإيرانية أول سنتين على المستوى الشخصي للطالب في الثانوية المواطن العراقي لطيف يحيى كان مدعاة فخر واعتزاز بالنصر اللي قام في صدام حسين. أروح أشارك، قسما بالله كنت أريد أروح أشارك. شوف الطريقة السيكولوجية اللي كانوا يستعملوها، يعني الحين عيشني هالطريقة السيكولوجية، خل أعيشها معك. الغناء، تفتح التلفزيون، شعارات الرنانة، الأغاني الرنانة، تطلع برا اللافتات، ومن تشوف جابوا شهيد ملفوف العلم العراقي والأغاني، وتعرف العراقيين عندهم الأشعار والشغلات اللي يطلقوها في هذه المناسبات الحزينة، حتى الحجر يبكي، فصير عندك انتقام، أبو إيران على أبو كذا، وأنا أروح أنتقم من هذا الشهيد اللي جابوه في منطقتنا، لأن أنت تعرف هذا الشهيد كنت تصيح لعمه في يوم من الأيام، أو كان صديق أبو صديقك هذا. الحين تشوف جثمانه قدامك. وست تشوف جثمانه اللي يجي قدامك، زين، وبعدين تشوف شخص ثاني وشخص ثالث، والناس اللي تحكي وياها تروح للجبهة وترجع ميتة. فولد عندنا إحنا كشباب حالة انتقامية من الإيرانيين، من الإيرانيين،